قبل ما نبدأ في المقطع يا لهبيين، خويي كولم سنيكرز نزل مقطع جديد رهيب جدا، واللي هو ردة فعل الناس على سكنر جالكسي الجديد. أبغاكم تداهمون المقطع، ونبغى نوصله فوق 1000 مشاهدة، ونبغى نوصل كولم سنيكرز المولع فوق 500 مشترك. تقدرون يا لهبيين؟ والله تقدرون، انتو نار. الرابط راح يكون في التعليق المثبت. هجوم. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن أغرب طائفة دينية في لعبة Red Dead Redemption 2. صراحة هذه الطائفة تسوي مجموعة من الأشياء الغريبة اللي ما تخطر في بالك. صراحة موضوعهم شيق وممتع، وشي رهيب انك تبحث في هذا الموضوع. فتعالوا سويا نخش في المقطع. طيب، الطوائف الدينية في اللعبة كثيرة جدا، لكن أبرز هذه الطوائف هي طائفة الشيلونيينز الدينية. وبكل بساطة الشيلونيينز هدفهم إنهم ينشرون السلام والأمان في العالم، شيء جميل جدا. لكن تعالوا اسمعوا التالي. وأيضا هذه الطائفة يعبدون السلاحف ويقدسون أصدافها ودروعها، يعني مجمل أمرهم أمر غريب جدا. وفي مدينة الساندينيس راح تحصل شخص يدعو لديانة الشيلونيينز، واسمه أندرياس هيلجرسون، ولما تيجي عنده راح يدور حوار بينك وبينه. تعالوا نسمع سويا. How are you, sir? Okay. A great and wonderful event is happening in Chelonianism. It is quite wonderful. Can I tell you more? Sure. Why not? The world is coming to an end. I am so happy. A new master has arrived and he is leading those who know to safety. I plan on joining him myself. Oh, he's in the hills near Granite Pass. It's not too late. I've been trying to warn everyone, but no one will listen. Believe me, safety is all that we have. Okay. Good luck. طبعا زي ما سمعتوا، قال انه ظهر في هذا العالم قائد ورسول جديد على حسب كلامه، وهذا القائد معاه مجموعة من الأشخاص الجدد اللي انضموا لطائفة الشيلونيينز، وهم الآن يقومون بحدث غريب في منطقة الجرانيت باس. يعني هم الآن في الجرانيت باس متجمعين ويقومون بحدث غريب جدا. طبعا زي ما تعرفون، منطقة الجرانيت باس معروفة بكثرة الجبال هناك. طيب، بما انهم قاعدين يسوون حدث غريب، فلازم نتوجه للمكان ونعرف ايش قاعد يصير. ولما توصل للمكان، هذا اللي راح يصير. Hello there. Are you lost, friend? Follow me, sir. Follow me. Together, we can be safe. Follow me. With this shell, I am safe from all things. We shall not be defeated. We shall be saved. Follow me and be saved. Follow me. Follow me. Follow me to Chelonia. طبعا زي ما شفتوا،
كل الشلونيينز نطوا من فوق الجبل وهم مرددين كلمة واحدة: شلونيا شلونيا شلونيا. بعدها هوب على طول كلهم نطوا زي ما شفنا. طبعا هم في بالهم انه السلاحف ودروع السلاحف راح تنقذهم وما راح تخليهم يموتون. بالله وين الأمان والسلام في زي كذا موضوع؟ هذا انتحار درجة أولى. ولو تلاحظون قائدهم كان لابس ملابس غريبة جدا، ما أدري كيف أوصفها صراحة، لكن على حسب اللي أنا شايفه شايف إنه لابس ملابس سلاحف النينجا بالضبط، لابس درع سلاحف النينجا وأيضا شنطة سلاحف النينجا، ما أدري صراحة كيف أوصفها، لكن لابس ملابس سلاحف النينجا. والشيء الغريب إنه جون مورستن أحيانا يصدق كلامهم ونوعا ما ينضم لطائفتهم، وهذا اللي راح يصير. طبعا زي ما شفتوا جون مورستن صرخ وقال شلونيا، وبعدها على طول نطت الأسود من فوق الجبل، وللأسف انه ما في اي سلاحف جات وانقذته، بل انه مات موتة شنيعة جدا زي ما شفنا. طبعا مهما حاولت انك تنقذ طائفة الشلونيينز ترى ما تقدر تنقذهم، يعني حاولنا مرارا وتكرارا اننا نمسك احدهم بالحبل لكن ما في فائدة ابدا، يعني هذا الشيء لازم يحدث. طبعا طائفة الشلونيينز يستهدفون الشباب وفئة الشباب اللي باقي يعني ما هم فاهمين الحياة مظبوط، يجون يستهدفونهم وللأسف انهم يعني يهدرون حياتهم بشكل تافه جدا زي ما شفنا. ولا وين الأمان والسلام في أنك تنتحر من فوق الجبل؟ طيب في أحد الأشخاص المقربين من آرثر مورغان انضم لطائفة الشلونيينز، واللي هو جيمي أخو حبيبة آرثر مورغان ماري لينسون. طبعا ماري راح تطلب من آرثر أنه يساعدها بأنه ينقذ أخوها من هذا الجنون ومن هذه الطائفة، وفعلا آرثر مورغان راح يقبل بهذا الشيء، وآرثر راح يتوجه جهل موقع الشلونيينز، وهذا اللي راح يصير. Sheriff safety. Sheriff safety. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Dut, dut. Are you always this negative and antagonistic, sir? I'm not a very cultured man. Forgive me, please. I am a fool for my God and a happy one, sir. I bless you. What do I dream about? Who are my heroes? I have no idea. Turtles. Yeah, turtles. Hey, you love turtles? I love them too. Turtles. Jamie knows the truth. But of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary. Make up your mind! Shalom.
طبعا زي ما شفتوا جيمي كان على وشك انه ينط من فوق الجبل بطريقتهم المشهورة، لكن آرثر مورغان جاء في الوقت المناسب وطلب يتكلم مع جيمي. قائد الشيلونيينز وافق على هذا الشيء، لكن جيمي رفض وهرب بالحصان زي ما شفنا. طبعا راح تستمر المطاردة بينك وبينه إلين ما توصلون لهذا الشيء. Arthur, I'm a man now. I found something. A calling. You're just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. You leave me alone. They're good people. I'm warning you, Arthur Mourgan. Leave me alone. Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur! I don't want to live anymore! Kid, just calm down. Leave me alone! Now calm down! Let's go see your sister. Okay. Okay. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know, there ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. يا أخي والله آرثر مورغان أسطورة يا أخي، وهذه اللقطة واحدة من أفضل اللقطات لآرثر مورغان بالنسبة لي أنا صراحة. آرثر مورغان رح يكون أب أسطوري لو كان فعلا أب. طبعا زي ما شفتوا جيمي كان نوعا ما مغرر به، وهو اصلا ما هو مقتنع بالشيلونيينز، لكن تحس انه في شيء غصبه على هذا الشيء. طبعا زي ما شفنا سويا جيمي طلع سلاح وقرر انه ينتحر وينهي حياته، لكن بمجرد ما آرثر مورغان ضغط عليه شوية على طول جيمي تراجع عن الفكرة وترك هذه الطائفة وترك السلاح ورجع لوضعه الطبيعي. يعني فعلا تأكدنا إنه الشيلونيينز يستهدفون فئة الشباب، يعني اللي ما هم فاهمين الحياة أو ما هم فاهمين مظبوط يستهدفونهم ويقولونهم إنه هذه هي الطائفة الصحيحة، ولاحقا يخلوهم ينتحرون زي ما شفنا. جيمي أقرب مثال للشيلونيينز. طيب شاركونا يا لهبيين آراءكم في خانة التعليقات عن مقطعنا اليوم وعن طائفة الشيلونيينز، هل قابلتوهم؟ إيش كانت ردة فعلكم أول ما شفتوهم؟ طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم شلون يا